اصحابي ازيكم؟ انتوا كلكم وحشنا جدا بجد. النهارده عندنا درس جديد، درس حلو قوي هتنبسطوا منه. بس اول حاجه احنا بنعملها دايما ايه هي؟ نرشم الصليب. برافو عليكم. طب يلا نرشم الصليب مع بعض. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. يلا بينا نتفرج على الدرس. يلا النهاردة كمان هنعرف ان ربنا من حبه لسليمان كمان اعطاه عطية حلوة قوي، ان هو يبني بيت لربنا. يبني بيت لمين؟ لربنا. بصوا يا صحابي كده، عطية دي ان هو يبني كنيسة او بيت، زمان كانوا بيقولوا عليه الهيكل، عشان الناس تتجمع وتصلي فيه وما تعبدش حاجة فيه غير ربنا وبس. فبدأ كانت دي كانت وصية من بابا مين؟ داود الملك. الملك سليمان بقى يا صحابي قعد يخطط كتير، وقعد يجيب ناس شاطرين في البنا، يدور يمين ويدور شمال، وده عارف المهندسين كده، زي المهندس اللي بيرسم كده رسمة عشان تتبني، قعد يدور على ناس شاطرين قوي، وده يجيب له مخطط رسمة للهيكل، وده يجيب له رسمة للهيكل عشان يبنيها. قعد ينقي كتير قوي لغاية ما وصل لمخطط حلو جدا، عشان هو كان مهتم قوي بالهيكل، عشان الهيكل ده هيكون مكان لعبادة مين؟ ربنا. فكان هو قوي مهتم قوي ببيت ربنا طبعا. وفضل سليمان يدور لغاية ما فعلا وصل للمخطط الحلو جدا، وبدأ ايه، يبدأ يجمع كل الحاجات اللي يقدر يستخدمها في البناء، زي الطوب والخشب والذهب. كان البيت ربنا ده سليمان بناه على احسن وجه. على احسن ايه يا صحابي؟ على احسن وجه. وفعلا يا صحابي يا حلوين، بدأت الناس تشتغل في بناء الهيكل دوت، وبدأوا يجيبوا الأشجار ويقطعوها ويبنوا منها ويعملوا خشب، وبدأ يجمع الذهب ويعمل منه أشكال، ويعمل قعد سنين كتير قوي يبني في الهيكل بتاع ربنا اللي هو كان مهتم بيه. مين؟ سليمان الملك. سليمان مين؟ الملك. وكانت الناس كلها بتساعده، وزي ما انتوا كده شايفين في الصورة الناس شغالة ازاي. بصوا بيجمعوا زي الطوب والحاجات عشان يبنوا في الهيكل، وبصوا كمان كده شايفين الذهب والحاجات الحلوة اللي حطها سليمان الملك، يعني ما بخلش على الهيكل ده بأي حاجة حلوة. وجاب كمان أواني من الذهب وأواني من الفضة وحطها في الهيكل دوت، وكان عدد كبير قوي من الناس شغالين معاه وبيساعدوه. وزي ما قلنا قعد سنين كتير يبني الهيكل، عشرات، كان معاه كمان عشرات يا اصحابي الالاف من العمال اللي كانوا شاطرين جدا في شغلهم. ما كانش بيشغل اي حد في الهيكل ده غير الناس الممتازة والشاطرة، عشان الهيكل ده كان بتاع مين؟ بتاع ربنا، اللي الناس هتعبد فيه ربنا. بص بقى كده في الاخر الهيكل لما البنى بقى شكله جميل ازاي، بصوا الجمال. طيب يا صحابي، احنا يا صحابي بعد كده سليمان لما بنى الهيكل بدأ يعمل ايه؟ بدأ يشكر ربنا وقال له شكرا يا رب ان انت اديتني مكان، خليتني ابني مكان كبير حلو كده الناس تيجي وتعبدك فيه. شكرا يا رب ان انت اديتني العطية ان انا اكون صاحب ان انا ابني هيكل حلو كده ليك يا رب. يا رب المكان ده حلو فيه، حلو جدا، وخلينا دايما موجودين فيه عشان نصلي لك فيه يا رب. طيب يا صحابي، نتعلم من قصة اهتمام سليمان الملك ببناء الهيكل ايه؟ نتعلم منها ايه يا صحابي؟ نتعلم منها ان احنا نهتم ببيت ربنا، ده واجبنا نحو بيت ربنا. زي ما كان سليمان الملك عمل واجبه نحو بيت ربنا ان هو بناه على اجمل وجه واجمل حالة وفي احسن شكل، احنا كمان مش لازم نبني، لكن لازم نحافظ على نظافة بيت ربنا، لازم نعمل تصرفات تليق ببيت ربنا، ده واجبنا نحو بيت ربنا. بيت ربنا للصلاة، للصلاة يا ولاد، ان احنا نتكلم فيه في مع ربنا، مش ان احنا نعمل تصرفات وحشة فيه. فاحنا اتعلمنا من سليمان الملك ان احنا نعمل واجبنا نحو بيت ربنا، ان احنا نحافظ عليه، منرميش فيه زبالة، نحافظ على تصرفاتنا فيه، نصلي فيه بقى من قلبنا. كل دي تصرفات ممكن نعملها في بيت ايه؟ ربنا. اصحابي شفت ازاي سليمان الملك كان مهتم جدا ان كل الناس تشارك في بناء الهيكل، ويعملوا على شكل جميل جدا، وحتى لو واحد صغير شوية ومش قادر يعمل شغل كان برضو بيهتم ان هو برضو يساعد في بناء الهيكل، علشان كله يبقى مبسوط لما يشوف النتيجة النهائية بتاعة بيت ربنا شكله حلو ازاي. هيبقى مبسوط قوي ان هو حتى شارك لو حاجة صغيرة. احنا كمان احنا
كنيسة مامتنا كانت وحشانا جدا، واحنا زعلنا قوي لما كانت قافلة الباب واحنا مكناش عارفين نصلي فيها او ندخل فيها عشان نتناول، كلنا كنا متضايقين. فبالتالي اول ما فتحت لنا الباب احنا لازم نبتدي نحافظ عليها، نحافظ على الكنب بتاعها، محدش يقف عليه، محدش يخش بالبانة او يقعد بقى انا لسه جايبها دلوقتي فطعمها لسه حلو فمش هينفع، لا مش هينفع اخش بالبانة، هطلعها واحطها في منديل، مش هينفع اقعد حاطط رجل على رجل وانا قدام الهيكل، المكان ليه احترامه، ابونا ليه احترامه، الكنيسة نفسها وقدسيتها وان هي مليانة بالقديسين ومليانة بالصور والاجساد الحلوة قوي اللي احنا بنحبها جدا ليها احترامها. مش بس كده، كمان احنا ممكن نساعد في حاجة بسيطة خالص، مثلا لو شفت كرسي مش نظيف ممكن ننظفه بمنديل، ممكن انا حد يساعدني مثلا ان انا اوضب مثلا الاوضه بتاعه الدرس بتاعتنا. احنا بيت ربنا ده بيت مهم بالنسبه لنا واحنا بنهتم بيه عشان خاطر هو مكان حلو جدا، واحنا حتى لو بنعمل تعب صغير كده او مجهود صغير زي ما انا قلت، مثلا لو لقيت كرسي مش نضيف بمنديل كده وانضفه، انا التعب الصغير قوي ده بس انا مبسوط ان انا عملت حاجه، وهو يسوع برضه مبسوط بيا لان انا بهتم بالبيت بتاعه زي ما انا بهتم باوضتي، وعشان ماما بتفضل ورايا يا استاذ رافي شيل الحاجه، يا رافي شيل وضب السرير، يا رافي مش عارف ايه، بس انا هنا انا اللي بعمل ده عشان خاطر انا بحب بيت ربنا، فانا هسمع الكلام وهوضبه وهنضفه هيبقى شكله حلو، مش هقعد بطريقه مش كويسه، هحاول ان انا احافظ عليه واسيبه نظيف زي ما انا خدته. يعني طالما انا شفت المكان نظيف انا لازم اهتم بيه وانضفه برضو واسيبه نظيف زي ما هو. اهتمامنا بالمكان اللي احنا فيه حاجة مهمة جدا، ولو بنشارك بحاجة صغيرة وفرحتنا بتبقى حلوة قوي لما بتبقى النتيجة حلوة، لو انا عملت حاجة صغيرة وحد تاني عمل حاجة صغيرة في المكان ونضفناه ووضبناه وزيناه هيبقى حاجة حلوة خالص، ان النتيجة الاخرانية بتبقى شكلها حلو. احنا كده خلصنا، احنا اتعلمنا النهاردة ان احنا هنهتم بكل حاجة بتفاصيل الكنيسة بتاعتنا، ازاي نهتم بالنظافة، ازاي نهتم ان كل حاجة تبقى كويسة وان انا ما اعملش سلوك غلط في المكان بتاع الكنيسة عشان خاطر ده بيت ربنا وانا لازم اكون محافظ عليه، ما وسخوش ما بهدلوش، ولازم اكون حافظ على سلوكي جوه المكان. احنا كده خلصنا، كنت مبسوط قوي ان انا شفتكم الجمعة اللي فاتت، يمكن الجمعة دي احنا ما شفناش بعض، الجمعة الجاية ان شاء الله يعني هنشوف ايه اللي هيحصل، بس احنا بنبلغكم اول باول باول ما نعرف اي معلومة، عشان خاطر كده احنا هنستناكم تبعتوا بقى المسابقات والالحان والابطي والترنيمة زي ما انتم معودنا. على فكرة انا زعلان شوية من اصحابي عشان ابتدوا يكسروا، ما في ناس كانت نشطة قوي نشطة قوي نشطة قوي دلوقتي بطلت تبعت، فانا هفضل وراهم لغاية لما اجيبهم. ماشي، ربنا معاكم، انا مبسوط قوي ان انا كنت معاكم الجمعة اللي فاتت، والجمعة عادي ان شاء الله اونلاين، الجمعة اللي بعدها نقدر ننزل الكنيسة ونتقابل تاني. باي.